رجعنا لحضراتكم وتفاصيل النزع فتيل الازمه ما بين البرلمان وتحديدا ازمه قانون الهيئات القضائيه الموجوده على صفحات اليوم السابع. اعلنت اللجنه التشريعيه داخل مجلس النواب انه رد مجلس الدوله برفض مشروع قانون الهيئات القضائيه هو محل اهتمام وتقدير، واكدت ان البرلمان بعيد عن الدخول في حاله من النزاع والصدام مع مجلس الدوله، ويهدف الان للخروج بتشريعات لخدمه الصالح العام. تحديدا المستشار بهاء ابو شقه رئيس اللجنه التشريعيه بمجلس النواب قال انه سيتم طرح رد مجلس الدوله ومناقشته خلال الاجتماع المقبل للجنه، واشار الى انه الضمانات الدستوريه مكفوله للجميع، واكد ان الماده 185 من الدستور اوصت البرلمان ان ياخذ راي مجلس الدوله في مشروعات القوانين المنظمه لشؤون القضاء، وكذلك البرلمان ملتزم بنص الماده 190 من الدستور اللي بتلزم البرلمان بارسال مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفه التشريعيه لمجلس الدوله بعد مناقشتها ليقول رايه فيها. واضاف في تصريحات خاصه لليوم السابع سياده المستشار ان البرلمان ليس له مصلحه في حدوث صدام بين مؤسسات الدوله ولا يسعى الى ذلك.